نمشي. شنو حكاية الفحم؟ يبيعون فحم الظاهر عشان شوي واجد شويني وقت العيد، فطبخ العيد ما شاء الله. شوف شوف كبر البطيخة، راح نسميها رقية أو الدلاع أو اللي يسمي ما تسميه، هذا هو. تجينا الى محطة الباطوار. لا انا بس اوثق الرحلة، رايح لتردن. تردن؟ ان شاء الله. توديني تردن؟ رفيق سلامة. توديني؟ شحال؟ هذه في التاكسي. هي الباطوار ها؟ عندك التاكسي. ايش في الباب يفتح؟ لا. يا ساتر. يعني انا اكون محظوظ اذا وصلت اليوم. الله يا حبيبي. ما شاء الله. فان شاء الله اليوم اول يوم العيد، وكل عام وانتم بخير جميعا يا شباب. متجهين من اقادير الى محطه الباطوار، هذه في باصات جماعيه او شنو، في تاكسيات جماعيه. اي هذا المسجد اللبناني اللي صلينا فيه، هذا هو مسجدنا. هذا الشارع توديك لمحطات الباطوار، ومنها تاخذ لك تاكسي ست نفرات تذهب الى تورادانت ولا تلوين ولا اي وين ما تبي. تجمع تكاسي. ايش في الباب يفتح اخويا؟ لا بيفتح يا اخي، والله يفتح علينا الباب. كل شوي تحط. عيار يبي العيار. كيف جاك المغرب؟ واعره. اقادير حلوه، بس انا لاني جيت فيها من 10 سنوات ابى ارجع ذكرياتي بس. والله. كيف الاحوال في اليمن؟ والله الحمد لله، اسمه اليمن السعيد، يعني سعداء هناك. مش المواصلات وما شاء الله، الوظائف ماكو عربن هذا. انتم الان والسعوديه. حبايب برادر، السلام عليكم. الله يرحم والديك، والله قاعد يعيش النصابين هذول. الله العظيم نصابين. شفت جسمه ما شاء الله، شفت صحته، يقول لك اعطيه درهم. يعني يا جماعه انتبهوا، من نصابين حرام محترفين. نص تجي انت تشحذ، اخدم يا صاحبي. صار نصابين في العالم مع الاسف، والله مع الاسف. لا هو احنا نتكلم على شخصه، هذا احنا ما نخص، هو احنا ما نخص. الفريقه فيهم شوي النص بالفقر يا صاحبي. الفقر كوت ديفوار، كاميرون. الفقر الفقر يسبب مشاكل يا اخوي. شارع متشكل ابوها، متشكل. التاكسي اخذني ب10 دراهم. هذا اخوش تاكسي، افضل تاكسي بالعالم، سياره مستر بن. اخوش ولد. هني تنزل عند محطه، هذه محطه اسمها محطه الباطوار، تودي تلوين، زغرت، تودي تارودانت، تودي طاطا، المناطق الداخليه اللي شوي حاره، حر من اقادير. هذه محطه الباطوار تسعى عليهم. انا غيرت خطه، بروح اول شيء تلوين، بعد تلوين لانها ابعد من تارودانت، فاروح تلوين اخلصها ارجع على تارودانت، من تارودانت ارجع اقادير ان شاء الله. فهذا راح تكون خطه كذي ان شاء الله. يلا الحمد لله وصلنا تارودانت. هذه تارودانت. هذا سورهم تقريبا 7 كيلو سور المدينة. هذا الباص اللي يوديك التاكسي، يوديك الى تلوين. هذا يوديك تلوين. اللي بتلوين يصعد من هذه المحطه، محطه يسمونها المحطه الوحيده اللي في تارودانت. هذه تارودانت، هذا الحصن مال هذه مدينه بنوها قبائل زجوله او زاجوله، قبائل امازيغيه. هذا الحصن تقريبا بني في عهد السعديين،
في عهد الساديين، مثل ما تشوف طوله يقول لك تقريبا 7 كيلو. هذه المحطه الرئيسيه اللي قدامك، شقق مبنيه اللي بيسكن هنا ايضا، شقق للبيع. هذا مثل ما تشوف انت هناك، هذه المحطه الاساسيه تنزل فيها. تبي تروح تلوين، هذه التكاسي توديك تلوين، تقريبا ساعه ونص تروح تلوين تشوف الزعفران اذا تحب. الجو 45 درجه حراره، امانه حر. جيب بيض هني تغلي، حر حر جد يعني، بلد حاره بعيده، بنص هني تقريبا بنص قبائل السوس. هذه تارودانت، احنا في تارودانت، هذه تارودانت، هذا هو المدخل الرئيسي للسنتر المدينه القديمه. هنا كانت مدينه، هنا صارت حروب ومعارك ومنازعات وتحالف وهبوط ونزول ومرابطون، وجو وين انضموا للمرابطون، ثم جو الموحدون، جو بعد الموحدون المورنيين، كله هني ادارسه رجعوا مسكوها هني الادارسه، وتموا فيها ايضا ادريس الاصغر، بعد جو ورد الادارسه اتوا ايضا المورنيين ثم البطاسيين ثم السعديين. هذه تلاحظ شوف الاثار القديمه، يعني ما نعرف ليش ما في اهتمام من قبل وزاره الثقافه بهذه المدينه الجميله العريقه. مركز اساسي مهم، تبعد تقريبا ساعة تقريبا 100 كيلومتر إلى أقادير. تارودانت منطقة تستحق الزيارة. جتهم فترة أيضا فيها قبائل سوس وأيضا قبائل زجولة، وعندك أيضا في مذهب، انتشر مذهب شيعي فترة من فترات هنا. أعتقد أن الإسماعيلي، المذهب الإسماعيلي وليس الاثنى عشري، انتشر المذهب فترة من فترات في هذه المدينة تارودانت، ولكن عندما انتصر المرابطون عليهم اندحروا من هنا، فانهزموا ايضا وذهبوا الاسماعيليين الى حال سبيل، اعتقد ذهبوا انضموا الى الدوله الفاطميه. مثل ما تشوف هذه تارودانت، درجه حراره 46 يا شباب. تاريخ اليوم 9/7/2022. الله بالخير يا حبيبي. بالماي هذا نمشي. شنو حكايه الفحم؟ يرفعون فحم الظهر عشان نشوي، واجد شويني وقت العيد، فطبخ العيد ما شاء الله. شوف شوف كبر البطيخة، راح نسميها رقية أو الدلاع أو اللي يسمي ما تسميه. هذا هو باب المدينة. في حركة نشطة هني كثير في هذه المدينة ما شاء الله. هذه بدايتها، تلاقي السوق القديم أيضا. نشوف إن شاء الله. هذه أهل تارودانت، يعني نشبهها بالكويت يعني، صراحة الجو حار يعني 45، لا مو نفس حر الكويت ولكن شوي حارة، 46 حاليا. أنا جيتهم وقت الظهر يعني، طلعت من الهوتيل متأخر شوي، فلما رحنا المحطة كالعادة هو مشابه. ما شاء الله أيضا موز هني كثير أيضا في هذه المدينة، والقبائل السوس تسكن في هذه، سوس ماسة في هذه المدينة، وفي عرب، في جزء عربي يسمونهم الهواريين، هم عرب يسكنون، هاجروا من قبائل يمنية، هاجروا إلى هذه المدينة، ففي عرب أيضا يطلق عليهم الهواريين، لهم حي خاص فيهم أيضا، ولكن الكل هنا يتكلم عربي لأنها قريبة لأقادير وغريبة ومخالطين مع العرب يعني، فهذه هنا. ولكن الغالبية اللي هنا هم قبائل أمازيغية، قبائل أمازيغية. القبائل العربية اللي هم الهواريين هم قبائل عربية كندة، في من يقول أمازيغ، لكن لا مستحيل أمازيغ، لأنهم أغلبهم يعني ما يتكلمون أمازيغ نهائيا، كلهم يتكلمون عربي، وهم تقريبا اللي عربوا هذه المناطق، فهم قبائل من كندة، فيطلق عليهم الهواريين، ينتشرون في شمال أفريقيا، تلاقيهم في الجزائر في هوارية، تلاقيهم في تونس، في كذا مدينة منتشرين ما شاء الله القبائل العربية هذه، من قبائل كندة الأصيلة. هذا بداية السوق أيضا. شوف هذا شنو عنده، يقول لك في هوتيل هنا مقهى وهوارة، ما تشوفون هذا هوارة يعني عربي. شوف عندهم الطاجين تقريبا رخيص، هذا الطاجين، وهذا السوق ايضا، سوق كبير. هذا السور 7 كيلو طوله، سيارات ايضا، وايضا عندك الحصان وسيله التنقل، بامكانك تاجر على فكره يعني، بامكانك تاجر حصان يغرم 20 درهم يعني. هذا السوق القديم، هذا بدايته هني، مغطى السوق، فدش هني على راحتك. سوق قديم كبير وفي زحمة شوي، الله يعين. اليوم أول يوم العيد يا شباب، ما أدري ناس معيدة ولا لا، ماني سالفة، ما أدري. بس شباب والله أنا وأنا قاعد أتمشى لاحظت شيء، أمانة احتشام بالنسبة للبنات، ما شفت وحدة ترفع عينها، الكل مغطي
راسل، كل منزل راسل، كل محتشم 99% محجبات، ما شفت الوحدة، يمكن وحدة أو اثنتين والله غير محجبة. شيء لفت انتباهي في هذه المدينة في تارودانت، ويتميزون في سماحة الوجه أمانة، وفيهم طيب قوي صراحة. هذا اللي شفته التمسته خلال الساعتين ذولي وأنا في المدينة، هذا الطاجين يعني مدينة متميزة أمانة. لابس لبس فلسطين ما شاء الله، هذا الولد الشاب اللطيف يحبون فلسطين هنا، المغاربة والجزائريين والتوانسة ما يحتاج، يحبون فلسطين خصوصا أخواننا الجزائريين. طبعا يوم مرة منتخب الجزائري منتخب فلسطين حط جول على منتخب الجزائر، الجمهور كله شجع فلسطين، معروف أخواننا الجزائريين والشمال المغاربة، المغاربة بالذات يعني لا يغرك التطبيع، ما التطبيع وسفاه هذا حكي فاضي. أقلب 100% من الشعب المغربي مع 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 فلسطين، هذا هذا ما ما زايد عليه، هذا هذا حقيقة. تعال شوف أنت هنا يبيعون أعلام فلسطين، هدايا على أعلام فلسطين، صوار على أعلام فلسطين، هذا هو السوق القديم. ولاحظ الاحتجام، وكثير تلاقي إخواننا الصحراويين اللي هم العرب الأساس من اليمن موجودين هنا في كثرة، يعني هذا لبسهم في منطقة اسمها كليم، كليم هذه موجودة هنا في المغرب، جنوب المغرب، هذا اللبس يتميزون فيه في هذه المدينة في تارودانت، أسميها المحتشمة. طبعا أغلبهم إخواننا السوس أو سوس ماسة أو قبائل السوس، قبائل مصمودة، والقبائل هذه شكوتة، في قبائل هنا أيضا عريقة تسكن هذه المدينة تارودانت. لاحظ لاحظ لاحظ، أنا ما فهمت، لاحظ تكلم كلام ما فهمت، هذا هو الكلام الأمازيغي ما نفهمه نهائيا. له محرب خاصة وريتكم إياها، ولكن أغلبهم يعرفون، كلهم يعرفون إلا بعض الأسر وبعض العوائل الأخرى أو الكبار بالسن لم يتعربوا إلى الآن. فإحنا الحين نتمشى ومنطقة هادية جدا، وهذا السوق اللي هناك قيصرية، هذا هو أساسا موجود، أخذ نبذ عليها بس شوي الحر، يعني قعد داخل عرقت يعني صراحة، حر حر وايد حر. هذا مطاعم هني يتميزون في الشوربة أيضا، لاحظت. الله أكبر الله أكبر، اسمع اسمع اسمع، بلد احنا واليوم العيد، مو معيدين هم، بكره الله اكبر هم بكره يعيدون صلاه عيد ان شاء الله. اليوم ذهبت المسجد لقيته مسكر، فان شاء الله بكره صلاه عيد، ما ادري اسافر اروح تلوين اروح مراكش، ما ادري شنو النظام مالي. انا قلت هذه السفره خليها عشوائيه، نسمع الاذان ونكمل. الله يبارك. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، بعث ما من محمد الذي وعدتنك لا تخلف الميعاد. هذا الحسن تجرها 100 درهم ساعة كاملة يوديك القصبة، هذه المدينة 7 كيلو، 7 كيلو السور مالها 7 كيلو، يفضل أنك تأجر 100 نص ساعة يعطيك 60 درهم، وعندك ساعة إذا تبي تمر وكذا منطقة، كذا معلم، كذا ضريح، كذا. شوف لاحظ ما شاء الله الاحتشام هني، ف 100 دولار للساعة، نص ساعة تقريبا 60 درهم، وفي عندهم كذا يعني مكان يمروا عليهم، يعني اللي يحب، انا احب اتمشى شخصيا، واللي ياخذ جولة سياحية، لان كثير ناس في جولات تجي تأتيك، ركز على الكلام، في جولات تأتيك 70 50 يورو مبلغ 400 درهم، ما له داعي، تعال مثل ما سويت انا 60 درهم تأتي لهنا وتدفع هذه 60 درهم نص ساعة او ساعة وتسوق تعشى طال عمرك انت هني 40-50 درهم، أمورك طيبة سهلة ورخيصة الرحلة في هذه الطريقة. كمل بس خلنا نصلي، ما صلينا، نصلي الظهر والعصر جمعا وغصرا. هذا المسجد تقريبا من أيام الدولة السعودية، قديم المسجد هذا 900 سنة 1000 سنة. طريقة الوضوء هنا في المغرب، يأخذ لك السطل صغير، عبي ماء، توضأ بهذه الطريقة، توضأ بتوضيئة، يتوضون بهذه الطريقة. فأنت الحين قاعد تعيش 1000 سنة، من 1500 سنة أنت تعيش المذهب المالكي هنا. هذه ساحة المسجد، هذه ساحة المسجد الآن إن شاء الله. شوف من أيام المرابطون الموحدون المرينيين السعديين اللي خذوها عاصمة، هذه السعديين اللي هم أساسا أبناء محمد ذو النفس الزكية، أتوا من الشام إلى هذه المدينة وكونوها عاصمة لهم. هذا ان شاء الله هذا المسجد قديم جدا، 1000 سنه تقريبا، بين طراز قديمي اتى بنيه هنا هذا المسجد في تارودانت.
في غرب العاصمة. هذا أحد أقدم المساجد في هذه المدينة، تارو دانت. هذا هو تارو، ما شاء الله، مسجد قديم. شوف، خلونا نتكلم شوي على وصول السعديين إلى هذه المدينة. السعديين هم من أخذوا الحكم من الوطاسين، عندما دب الضعف بالوطاسين اللي هم الوطاسين اللي هم جنود للمورينيين، بدأ الضعف يدب في الوطاسيين. أهل المنطقة اللي هنا، أهل سوس ماسة أو الأمازيغ، حبوا أن يتعلموا الدين أكثر، فذهب وفد من هذه المدينة الأمازيغ إلى الحج، وسألوا عن أهل البيت اللي هم في الحجاز، في منهم، فطلبوا من أهل البيت أن يأتوا بأحد أبنائهم أن يعلمهم الدين، فأرسلوا معهم أحد الأشراف اللي هم أبناء وأحفاد محمد ذو النفس الزكية. من هو محمد ذو النفس الزكية؟ هذا معروف بالتاريخ الإسلامي، اللي ثار على العباسيين وثار على أبو جعفر منصور. محمد ذو النفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، معروف وقوي وشجاع وشديد البأس، ويعني شخصية معروفة بالتاريخ الإسلامي. هؤلاء السعديين هم أحفاد محمد النفس الزكية. محمد هم هؤلاء السعد، فتلاقي هنا اللي حكم هذه البلد وكانت عاصمة له، اللي هم أشراف من آل البيت. فالسعديين هم أشراف من آل البيت. فأنت هني تشوف كثير، تلاقي هوارين، تلاقي عرب أشراف أصولهم من الحجاز، وصولهم عرب من آل البيت، هم عباسيين. جيك بعدين أجيك، أجيك والله بعدين، خلينا نتكلم. قلت له جيك بعدين رأي. ما شاء الله عليه، عرفني. هذا تاخر فيه فرة يوصلكم 100 درهم يعني، مثل ما ذكرت يعني. فهذه المدينة معروفة في كثرة يعني تاريخها وصراعاتها ونزاعاتها، هن اللي بنوها، لها تاريخ عظيم في هذه البلد اللي هي اللي هي اللي هي تارو دانت. فهذه تارو دانت، نبذة عنها، بلد جميلة رائعة، بس حر صراحة يعني. الماي والمشكلة ما نعرف ليش يطفون هذا الماي، حار، ليش يطفون البرادات؟ اني مفاهمة، يوفر كهرباء، ماني ما فهمتها هذه، يعني هذه ما فهمتها في هذه المدينة في تارو دانت. مثل ما تشوف تتوسط هي بين تالوين وبين أقادير، ساعة لتالوين، ساعة ونص تالوين، ساعة إلى ساعة وربع لأقادير. أنا كنسل تالوين لأني أمانة ما في تكاسي تروح لتالوين، وراح ترجع متأخرة، فراح تروح علي أقادير، فأنا هذا اللي خاف من عنده يعني. هذه ساحة معروفة عندهم، يفضل أن تأتي العصر، أنا جيت الظهر شوي غلط، تعال العصر أفضل، الجو يكون أفضل، رائع يعني. نحاول نضيع الوقت، صليت صلاة الظهر والعصر، ندور غدا، نتغدى غدا ونكمل إن شاء الله نكتشف هذه المدينة تالوين. اسمك إيش اسمك يا أبوي؟ مصطفى. مصطفى، هذا مصطفى، مصطفى الوردة. من العادة تكسي مرة، هذا حصان. اشرح لي يا مصطفى، هذه عاصمة السعديين؟ ها، هذه عاصمة السعديين. من هم السعديين؟ ساحة علوي. هذه ساحة علويين، ساحة أسراي، ساحة أسراي، لأنها من أهل البيت هذول، أغلبهم من أشراف هنا. هذه وقفت مع مصطفى أخو السعد، مكاسر أنا، وصلنا ساعة مكاسر. راح وصلنا المحطة، المحطة ياخذك نفس المواصلات، هذا ما أيضا نفس المواصلات، هي أيضا يدور فيه وأيضا نفس المواصلات. هذا مصطفى، هذا سور، هذا منطقة علوين. ها يا مصطفى، هذه بترغون. إيش يسمونها؟ بترغون. أوكي، هذا هذا السور 7 كيلو، 7 كيلو متر كله. بترغون. بترغون، هذا بترغون 7 كيلو متر. هذا هو باب قديم. هذا أول قديم. أول. كثير يجون من غمانات أخرى يتسوقوا، يجون هذا السوق. ها، سوق كبير، سوق كبير. اليوم السوق عيد، العيد على بالي، عيد اليوم، السوق دول كبش. اليوم ولا غدوة؟ اليوم الكبش. نعم، ستينة تختي. كم
بزوم تكاسي. هو يعني هو نفسه الجوله السياحيه ايضا، وهو نفسه يوصلهم نفس التاكسي، نفس التاكسي توصل. ها برافو، هذه المحطه الصغيره الله مدبرين حالكم. هذا وين ودي هواره؟ ها هذا ايضا صوره. ها بس الصوره جديده، هذا معود جديده وين جديد قديمه؟ على قديم راه ومن غزك ضبطوه ضبطوش جوج اخترت صايبو. قديم مشى طاح مع الشتاء والصا تاع. ليش ما في اهتمام من وزاره الثقافه؟ لا ما يهتموا يعني بلا هذا صار له 1000 عام، هذا 1500 عام يا صاحبي، ما في اهتمام. واش تاع الشتاء؟ عندنا الشتاء والشمس الشفاف تولي هكا التراب القديمه شي بحال التراب الجديد. غلط والله يا اخي، ما يصير. بقى على هذا البيع، هذا اللي بيشتري يا شباب. ملعب كرة قدم هنا الشباب لعيبة، ذكرك نفس ملعب صليبية. هذا السوق الجديد وذاك السوق القديم. وكيف صار جديد؟ القديم الجديد. هذا من اللي بناه؟ بنا الناس. اي ناس متوخرين. فهذا ولا هذا الاساس وهذا تقدم. هذا الاساس قصدك سقط وعدلوه يمكن. ممكن. والله المفروض يتصلح، والله المفروض اصلا تكون رسومات عليه تكون. شوف شوف اول كيف بنى، اول 1000 عام ومن غير صيانه. والله حشومه بارك الله. بكلف الحصان الاكل بالدرهم يوميتك؟ 50 درهم 50. مع المي مع الاكل. اوكي وانت تقريبا تزرع؟ مزرعة. هذا كلفك 50 درهم يوميا، يعني انت راس مالك هذا حصان. يصير في شيء لا سمح الله مشكلة. دير بالك على سواء قاعد سواء خدام ماكلة. لازم ياكل ويشرب. لازم ياكل ويشرب. إذا عنده صديقة، عنده صديقة، عنده صاحبة. دير بالك عليه، ترى راس المال هذا. الله برافو، خدمة زوينة يعني. أنت تملكها ولا خد ولا مكري؟ أنا مكري. الله يعينك، الله يعينك. إيش تدير يا صاحبي؟ هذه الحياة. الله يرزقك ان شاء الله، الله يطور بزنس ان شاء الله، تطور بزنسك تكون افضل ان شاء الله. راح اختم هنا من هذه، هني نزلني اخذته ب 20 درهم، اخذ فيني جوله زين. هو نفس التاكسي، وايضا ياخذ تقدر تاجره ساعه كامله وتقدر تاخذ تاكسي تمشى فيه. فراح اختم، انا المفروض اروح تالوين، لكن المشكله من تالوين اللي فيها زعفران ما في تكاسي ترجعك لان وقت متاخر، وعندنا الحين احنا يوم العيد. بس هم مشكلتهم هني اليس مشكله، هذه عادتهم انهم اعلنوا العيد يوم الاحد، يعني بكره صلاه العيد. يعني اليوم طلعت رحت اصلي الساعه 7 لقيت المسجد مسكر، فقالوا لي ان العيد صلاه العيد بكره ان شاء الله. امس كنا صايمين وكل الناس صامت مع عرفه، فبكره ما اعتقد انه راح تكون في تكاسي مثل ما قالوا لي الجماعه. هذه المحطه اللي هي الباب الازرق يسمونها، ما اعتقد في تكاسي من تالوين اللي هي ساعه ونص تقريبا، ابعد شوي 150 كيلو. فلازم الحق على التاكسي الجماعي هذا، ياخذني ب 60 درهم يرجعني الى محطه اللي في اقادير. الجو حار، تعالها هذه المنطقه، تعالها العصر او بالشتاء افضل، يعني بوقت الربيع افضل. يعني الحين حر وكانك في دوله خليجيه الان، امانه حاره بشكل كبير جدا. الله يعيننا، ما هي تصقع على الشمس يعني تقدر، بس حر يعني. فانا راح اختم من تارودانت، هذه المدينه السعوديه، العاصمه السعوديين اللي هي مركز اساسي وكانت نقطة انطلاق لجيوش كثيرة من المرابطين والموحدين، وأيضا فترة من الزمان استطاعوا المذهب أو الدولة الفاطمية أو المذهب الإسماعيلي أن ينتشر في هذه المدينة. لكن صارت حرب بين المرابطون وبين الفاطميين في هذه المدينة، استطاعوا أن ينتصر المرابطون، منها عادة انتشار المذهب السني على المذهب أو المرجعية المالكية اللي هي سائدة في هذه المدينة. مثل ما قلنا فيها عرب وفيها مازيق، فيهم هواريين وفيهم أشراف هذه المدينة. تارودانت تحييكم، واللي بيزورها ترى اللي فيها فقط السوق هذا الكبير الجميل. يلا شباب خلنا نرجع إلى أقادير، واحتمال أروح لنفس اليوم مراكش إن شاء الله. يلا السلام عليكم.